فطورك سمبوسة صح؟ يا جماعة الفترة هذه قاعد أشوف ناس بالعيادة فطورهم يعني الفطور كامل كله مقالي، سمبوسة، كبة، الجيمات، هذا فطوره يعني، بس الحمد لله مع السلامة. ولما نسأله وين البروتين بالموضوع يقول لي السمبوسة محشية دياي، أكل سمبوسة دياي عشان أخذ بروتين. شوفوا يا جماعة في شغلة لازم تحطها ببالك، الخرابيط كلها السمبوسة على الكبة على المقالي على الجيمات تعتبر عنصر ثانوي بالفطور وليس أولي، مو هذا فطورك ولا هذا سحورك. الأساس بالموضوع أنك تاكل كمية بروتينات محترمة، البروتينات راح تضبط شهيتك طول اليوم فترة الصيام وفترة الفطور، والبروتينات راح تضبط سكر دمك فما تحس فجأة ميت يوع وفجأة شبعان وطفحان. أما اللي يتفطر مقالي أو يتسحر مقالي خصوصا إذا ما أخذ راحته بالكمية وفالها، اللي يصير فيه إنه عقب ما يخلص فطور يحس بالتخمة، مو قادر يتنفس، يحس بألم بمعدته، يومه كله يقضيه مو مرتاح. وتخيل على هالتخمة إن كانت فطور أو إن كانت سحور اليوم الثاني ميت يوع. والسبب إن المقالي والشيرة والسكريات يتفخون بطنك ويشبعونك صح، بس سكر الدم يطير فوق تالي يهبد على وجهه، فعلى طول ترجع تشتهي السكريات والمقالي مرة ثانية وتموت يوع بس ها ثاني يوم وانت صايم. تتوهق لا انت اللي غذيت جسمك ولا انت اللي عطيت جسمك حاجته ولا انت اللي شبعان وقت الفطور. اما اذا كليت وجبة كاملة متكاملة يعني فيها بروتينات نسبة عالية فيها كربوهيدرات نسبة متوسطة وفيها دهون صحية، سكر دمك راح ينتظم، اللي يصير معاك انك ما راح تحس بالتخمة وقت الفطور، ووقت الصيام لأن سكرك منتظم ما راح تحس باليوع وايد. الوجباتك متكاملة مو كلها مقالي وخرابيط بس والله.